دونك درس جديد اللي هو لي فونكسيون، يعني الدوال. ولي فونكسيون عندنا فيهم جوج ديال لي تيب، كاينه اللينير وكاينه لافين. اللينير هي الخطيه، الداله الخطيه، ولافين هي الداله التالفيه. غادي نخدمو في الاول لينير، عاد ندوزو لافين، وغادي نفهمو دي بروبريتي لو ما برينسيبال في كل فونكسيون. الى هو اللي رضي عليكم تبعوا معايا مزيان. وراه هادشي اللي كاع الفيديوهات اللي كتشوفوا راه كنكتب، يعني اي فيديو كنديرو راه ماشي كنكون كاتب عاد تنشرح، يعني دي ممكن نسميه انا ديريكت، يعني كيدوز داكشي سبونطانيمو، يعني عشوائي. حتى الا كان شي غلط في الحساب ولا شي كمل من راسك انت. داكور بون، فونكسيون لي هي لينير، كنقولو داله خطيه، واللي بغى يزيد يفهم اكثر مرتبطه بالتناسبيه، مرتبطه بالتناسبيه اللي كنا كنسميوه بحال كي كيقول لك 8 لتر الواحد من البنزين هو كدا، فما ثمن 5 ولا 3 ولا داكشي كيكون سو فورم دون طابلو. داكوغ، دونك بكل عجاله انا غادي نعطي غير واحد شويه ديال الديفينيسيون وشويه ديال الريزومي، وكم سا فوزالي بيان كومبرون. بون، فونكسيون لينيير، انا ما غاديش ندخل في الحيثيات ديال التناسبيه، لان راكم عارفين داكشي كيفاش معامل التناسب وكذا. غادي ندخل ديريكتوم، يعني داكشي مباشر. فونكسيون لينيير هي كتكتب الصيغه العامه ديالها هي اف دو اكس ايكالا ا اكس. داكوغ، اف دو اكس ايكالا ا اكس. نرد عليكم، المجهول هنا ليس اكس وليس اف لي اكس، المجهول هو ا، و ا كيتسمى كوفيسيون، اللي هو معامل الدالة، و ما يسمى في التمنة معامل التناسب. وكيفاش كنلقاوه؟ إلا لاحظتو كيفاش كنلقاو معامل التناسب في شي جدول، كنقسمو القيمة الكبيرة على القيمة الصغيرة و تنلقاو معامل التناسب ديالنا. هنا ا اش كتساوي؟ اف دو اكس سير اكس. داكوغ، اف دو اكس سير اكس. بون، غادي ندير اكزومبل باش تعرفوا كيفاش كيتحسب هادشي وكيفاش كيتم. بون، نديرو اكزومبل. سوا اون فونكسيون تيل كو، سوا اون فونكسيون تيل كو. شنو تيل كو؟ شنو خص واحد المعطى يكون ديما في السؤال ديال لي فونكسيون، لا لينير ولا لافي، ديما شنو هو خص يكون عاطيني اف لي شي عدد كتساوي شي عدد. داكوغ، عاد ممكن انا نستخرج المعامل ويجي سؤال موالي اللي هو اكتب اف لي اكس بدلالة اكس، اكتب اف لي اكس بدلالة اكس، ولا اكسبريمي اف دو اكس اون فونكسيون دو اكس. داكوغ، بون، حنا اش كنعرفو؟ كنعرفو ان الدالة تكتب على شكل هذا، انا اف لي اكس كتساوي ا اكس. اذا ا اش كيساوي؟ لاحظوا معايا، شوفوا واحد الملاحظة تكون، شوف الله يرضى عليكم، تكون عندكم واحد الملاحظة دقيقة. اف لي اكس اش كيكون ما بين القوسين توجور اكس؟ اش عندي انا هنا؟ جوج. ما تشوفوش هذا، ما تشوفوش هاد الجهه، شوفوا هنا اكس وهنا جوج، صافي. اذا ا اش كيساوي؟ قلنا اف دو اكس سير اكس. دير عيني ميكا على دي، الله يرضي عليك. شوف غير هنا، شوف غاش كنشرح، قلت اف لي اكس كيكون هنا اكس وهنا تعوضات بجوج. يلا اجيو نعوضو. اف لي جوج، قلنا اكس كيبقى فيكس، هنا راه جبناها هي ديك النيت، اكس كيبقى فيكس، جوج وحتى هنا جوج تيقال اف لي جوج شحال؟ الى رجعنا للمعطيات، اف لي جوج سي موان تخوا،
سير جوج، ولكن باش نعوض جوج كاين شي حاجه كتساوي جوج تبقى جوج نيت جوج، يعني المعامل ديالي هو موان 3 سير 2. اذا ا آه اني لقيتو صافي. اذا ممكن نقول ان الى بغيت نكسبريمي اف لي اكس اون فونكسيون دو اكس، ممكن نقول ان اف لي اكس اش كتساوي شحال ا آه؟ اللي هو اف لي اكس على اكس، هو اف لي اكس على اكس، هو اف لي جوج على جوج. شحال اف لي جوج هي موان 3 سير 2، اذا اف لي اكس شحال كتساوي؟ موان 3 سير 2 صافي. اش اش كيكون حدا المعامل توجور اكس؟ الله يرضى عليكم، ردوا لو بال، راه هادشي ما فيه والو، بسيط. ها نتوما نطلق من المعطى اللي عطاوني، قالوا لي سوا ان فونكسيون تيل كو اف لي جوج كتساوي ناقص 3، حسبت المعامل ديالي. دونك هنا الا كتلاحظوا راه خدمت جوج ديال الاسئله. السؤال الاول هو لقى المعامل، السؤال الثاني هو اكسبريمي اف لي اكس اون فونكسيون دو اكس. كاين شي اسئله اش كيقول لك؟ كيقول لك ديريكتومون، كيقول لك ها هي الداله، وكيقول اكسبريمي اف لي اكس اون فونكسيون دو اكس. انت الا بغيتي دير هذا راه خصك تمر من هذا، ولا عاوتاني اش كيقول لك؟ سوا سوا اون فونكسيون اللي هي لينير بطبيعه الحال، كتكون لينير، كيخصو يعطيك حتى هنا خصو يدير لك لينير. دونك لين هيير تلك اف لي جوج كتساوي باغ اكزومبل اف لي جوج تيكالا زيرو صافي. السؤال ماشي هو كالكولي الكوفيسيون وماشي هو اكسبريمي اف لي اكس اون فونكسيون اكس، لا السؤال هو كالكولي. شوف على السؤال، كالكولي اف لي خمسة. يا سلام، سؤال هارب. شحال من واحد في التلم كيقول لك ولا راه فهموا لينا كيفاش نديرو نحسبو المعامل، فهموا لينا كيفاش نهدا، فهموا لينا كيفاش نحسبو الصور. صور صور لي زيماج، ملي قلتها دابا لي زيماج شي لو بغا يعقد لك الاستاذ السؤال يجي ديريكت يقول لك حسب لي الصور. ولكن هذا المعطى قلت لكم ضروري في اي سؤال ديال لي فونكسيون، سواء لينير سواء لافين، ردوا البال. دونك